اهلا وسهلا فيكم ببعلبك، ونحن حنطعميكم لقمه الكفته النيه الطيبه، وان شاء الله انه بتكون اطيب السنه. يلا فرجينا شو بنعمل كفته نيه. الدرجه الاولى نحن عندنا هيدي البصله، طبعا قشرناها قطعناها حطيناها بالماجينكس، جينا لقرن فليف للحار كمان قطعناه بهالشكل هيدا حطيناه. نجي لورق الزعتر اللي هو الزعتر اللي بلد كثير طيب هيدا، هيدي التحويجه اللي بعلبكيه، هيدا الكفته النيه اللي هي طيبه. هيدا عندنا النعناع اكيد، شويه نعناع، شويه نعناع طبعا، بصله زعتر، زعتر جديد علي، الحار نعناع، نعناع، وهيدي البقدونس، بقدونس، هيدي البقدونس. نعم طبعا بناخذ لقمه الكفته اللي هي من الأقط الايمن اللي هي الرقبه، هيدي هيدي اطيب لحمه، هي هيدا الكفته اللي رقبه، ايوه الرقبه اكيد. بنقطع معها شقفتليه غنم لانه هيدا عجل بلدي اكيد، هي لو غنم هي مش بحاجه للي، بس لانه هي شو عجل بلدي، عجل بلدي بنحط معها شقفتليه غنم قرقور ابن السنه. حلوه، قرقور ابن السنة، ايوه هي تعلمناها جديد اليوم، قرقور ابن السنة اكيد. انا عملت خلطتين، اي هلا نحن هيدي دمجناها مع بعض، نضربها على الخشنة دور واحد بهالطريقة. جبناها جينا على الدف الخشب، جبنا اللي فرمناهم بالماجينكس اللي هن الزعتر والبصل والبقدونس، اوكي والنعناع اكيد، حطيناهم على هالدف. شو حلو الشغف اللي بقلبه، وهال هال هالاندفاع الموجود كله بكل لقمه رح تحسه اكيد. هيدا الملح، ملح هيدا البهارات الطيبه، هيدا نحن بنحوجها عائلتنا، ما بنجيبها خاصه، هيدا بنطحنها، هي تحويجه خاصه للكفته اكيد. متحمس اكل مش معقول. هيدي شوي حار اكيد، يعني حار هون وحار بالخلطة اكيد اكيد. بندورة خبز، هلا بنسحب وهيدا هو هيدا السيخ، هيدا السيخ اللحمة اللي هو من اصالة بعلبة. كم سنة صار لعندك؟ هيدا له شي 25 سنة تقريبا، 30 سنة تقريبا. هيدا هو هيدا هلا الخشبة بتتغير مع الوقت اكيد، هيدا خشب جوز هيدا اكيد، بس حيالله خشب موجود. الصيغ موجود، بس مش حيالله خشب فيك انت تقطع عليه اللحمه، بده يكون خشب جوز، بقيه الخشب الثاني لانه طري بصير يطلع مع اللحمه، هذا بقى صلب. اوكي. هلا نحن حنبلش بالكفته. طبعا اليوم ما عاد حدا يدق على السيخ لانه بيعتبر كل شيء يتطور اليوم الا بعلبك. بعلبك بعدها خامه قديمه، كفته نيه بعلبك وبس، كفته النيه البعلبكيه هي الطيبه. الله، وانا بحط طعميك هون على الطاوله، هيدي الخام اللي هي فرمنا عليها اللحم. تفضلوا شباب، اهلا وسهلا. نحن بحقنا ناكل معكم اكيد، انا جاي اكل معك. تفضلوا. يلا يلا، كيف اللقمة؟ كتير طيبة، كتير طيبة، والاطيب منا اللي بحافظ على التراثة، يعني يضل يشتغل فيها نوعية ما يلعب فيها، لانه اللحمه ما بينلعب فيها. روعة 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 روعة، هيدي بده ياكلها الانسان، هيدي بتضر اذا كانت غلط. انطلاعا من هون لازم تكون اللحمه نظيفة، لازم تكون روعة روعة روعة. بهنيك اهلا وسهلا فيكم، انت لحمه ولا لحمه؟ تمام صحتين. تفضلوا. يلا تفضلوا شباب، اللي عم يصور بعلبك، اللي عم يصور رح يطلع له مكفي بعلبك.